دايما في برنامج الاشبال بنرشح لاعب للفريق الاول ومسمين الفقره لاعب المستقبل. من هنا كنا رشحنا محمد فخري، رشحنا صالح نصر، محمد شكري، يعني لعيبه مميزه والحمد لله تم تصعيدها خلال الفتره اللي فاتت، وكمان حمزه علاء حارس المرمى اللي تم تصعيده اليوم. لاعبنا النهارده اللي احنا ان شاء الله يعني بنرشحه للفريق الاول والريني فايلر هو اللاعب احمد نبيل عاشور او اسم الشهره احمد كوكا. احمد كوكا من مواليد 2001، انضم لاكاديميه النادي الاهلي عام 2007. ما شاء الله النادي اكاديميات النادي الاهلي يعني بتفرغ لعيبه كتيره لقطاع الناشئين. مركزه بيلعب لاعب وسط وظهير ايسر. النادي الاهلي طبعا الطول 178 سنتي والوزن 70 كيلو. احمد نبيل من اللاعبين المميزين، يعني انضم او ما زال بينضم مع الكابتن ربيع في منتخب الشباب ومن اللاعبين المبشرين. نروح نشوف التقرير ده عن احمد نبيل كوكا ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يوما وراء يوم تثبت أكاديمية الأهلي أنها تسير على الطريق الصحيح وفق أطر محددة ونظام واضح، تثبت بالبرهان والدليل القاطع أنها الرافد الرئيس للمواهب إلى قطاع الناشئين بالأهلي، على رأسها نجم المستقبل والموهبة القادمة اللاعب أحمد نبيل عاشور. ولد عاشور وشهرته أحمد كوكا في 4 يوليو 2001، نشأ وترعرع على كرة القدم، حب وعشق القلعة الحمراء قبل أن يكمل عامه السابع. انضم إلى أكاديمية الأهلي وتدرب تحت قيادة ناصر حسن، يجيد في مركز الديفندر والظهير الأيسر. موهبة والتزام وانضباط لفتوا أنظار الكابتن عبد النبي عاشور، فتم تصعيده لقطاع الناشئين. تدرج في فرق القطاع أشاد به كل مدربيه مثل عصام صلاح، ياسر محمدين، أحمد جمال، محمد شرف وأحمد سراج. أحمد نبيل كوكا موهبة المستقبل، نضعها تحت أنظار سويسري فايلر وجهازه المعاون ليحقق حلم الفتى الشاب نحو الميران باستاد التتش مع الفريق الأول.